السلام عليكم واهلا بكم شباب، وان شاء الله تكونوا بألف خير. هذا الفيديو لكل من يمتلك تلفزيون سامسونج او مقبل على شراء احد الموديلات. هذا الفيديو مهم جدا، ساريكم من خلاله طريقة قراءة الموديل باحترافية، سيساعدكم كثيرا عند عملية الشراء، وايضا ساكشف لكم سر كبير جدا موجود في هذه الشاشات، سيفاجئكم كثيرا. كما تعلمون بان سامسونج لديها نظام فئات من الفئة الرابعة إلى غاية التاسعة، وكل موديل يختلف عن الآخر، وأيضا هناك فرق بين الشاشات، هناك الـ LCD، الـ LED، هناك الـ OLED، الـ QLED، الفرق بين هذه الشاشات، وهذا هو موضوعنا اليوم، كيف نتعرف على الشاشة التي نمتلك، وهل فعلا سامسونج هي التي تصنع الشاشة أم شركات أخرى؟ هذا هو موضوع اليوم إخواني، وأدعوكم للمتابعة للنهاية بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. كما تشاهدون أنا الآن داخل قائمة السرية لسامسونج السيرفيس منيو. لن أعيد الشرح كيف قمت بالدخول عليها، طبعا استعملت هذا الريموت، الروابط أسفل الفيديو لمن يسأل عن الطريقة. فقط سأقوم بتحذيركم بتوخي الحذر إخواني، حذاري من هذه القائمة، إياكم أن تلعبوا فيها لأنها خطيرة جدا. ما يهمنا هو أن نأخذ موديل الشاشة، نكتبه على ورقة ونقوم بتصويره، لأنه هو الذي سنحتاجه في هذا الشرح. لكي نأخذ هذه المعلومات نذهب أولا للأوبشن، وكما تشاهدون هنا لدينا الموديل. للموديل الأول كما تلاحظون هذا الرقم لدي أصلا على خلف الجهاز وفي الكتالوج أو على علبة التلفزيون، لكن ما يهمنا إخواني أول شيء بعض المعلومات الخاصة عن هذا البانيل SVC. كما تلاحظون إخواني SVC بانيل أوريجينال. طبعا عندما ستجدون ربما كلمة مغايرة هنا، فاعلموا بأن البانيل أو الشاشة تم تغييرها في الشركة أو من لا أدري، لكن كما تلاحظون فالإس في سي بانيل أوريجينال. لما اشتريت هذا التلفزيون جديد، شريته طبعا جديد، وكنتم يعني حضرتم فيديو المراجعة. نذهب لأهم نقطة إخواني، واللي سنقوم بجلب من خلالها الموديل الخاص بالبانيل الشاشة الأوبشن. أوكي، هذا هو إخواني. طيب شاهدون هذا هو الرقم الذي يهمني، أتمنى بأنه يظهر معكم. لو قمت بالذهاب بأوكي على هذه القائمة، تشاهدون بانيل ليست، مجموعة من الموديلات. حذاري حذاري فقط، تشاهدون ها هو الموديل الخاص بي باللون الأحمر، حذاري من اللعب في هذه القوائم. كما تشاهدون يمكنني التغيير، لكن لن نقوم بتغيير إعدادات الشاشة، سنبقى عليها. أخذنا هذا الرقم هو ما يهمنا، نقوم بالرجوع، نقوم بالرجوع، والآن سنقوم بإغلاق الشاشة ونبدأ الشرح مع بعض. نبدأ إخواني بأول رقم تحصلنا عليه اللي هو الموديل. هذا يمكنكم طبعا إيجاده خلف التلفزيون أو في الكتالوج، متوفر، وهذا سيساعدكم عند اقتناء تلفزيون معين. ركزوا على هذا الرقم اللي هو الخاص بي، وتطبقوه طبعا على تلفزيوناتكم. نبدأ بأول حرف U، هذا الحرف يعني نوع الشاشة. كما تشاهدون لدينا هذه LED، هذه الشاشة هي LED 4K، لأن يعني دائما في هذه الخاصية. إذا كانت Q هي QLED، P بلازما، L لو تجدون L فهي LCD، H تعني DLP، و K تعني OLED. هذا الحرف الأول. الثاني E، بالنسبة في حالة هذه هي أوروبا، هذا التلفزيون يباع في أوروبا. لو وجدتم A تجدون آسيا، خصوصا الموديلات اللي تصنع، موديلات سامسونج تصنع في مصر. بالنسبة لل N أمريكا. هنا هو حجم هذه الشاشة، وكما تشاهدون دياغونال دو ليكرون أون بوز، يعني حجم هذه الشاشة بالبوصة، 43 بوصة هو حجم هذه الشاشة. لو وجدتم مثلا لديكم 55 40 60 ستجدون رقم مغاير هنا. كا يو اللي بالأورنج تعني
سمة التصنيع وهذا الموديل كايو بالنسبة لي لو لاحظتم هنا هو موديل 2016 UHD. تشاهدون العديد من الموديلات هنا حسب التصنيع، لديكم MU يعني 2017 Q 2017 QLED، هناك موديلات 2018 اللي هي الـ N. طبعا هذا هو الحرف يعطيكم دائما سنة التصنيع. 6400 هو designation دي سيري أو designation بالنسبة للسيريال، وهو كلما كان مرتفع كلما كان أحسن. طبعا هناك موديلات كايو 6300 6400 هناك 6500 هناك موديلات 7000، كلما كان مرتفع كلما كان المزيد من الخصائص والمزيد من الإعدادات المتطورة في هذه الشاشات. وإذا وجدتم حرف هنا مثلا في حالة U تعني الفونكسيون أو ديزاين، وهو مثلا هذه الشاشة UHD. إذا وجدتم مثلا C تعني كورفيد حسب الشاشة. أهم شيء إخواني هي هذه الأحرف الأولى، لكم كما قلنا نوع الشاشة، بلد تصنيع، حجم الشاشة، وسنة التصنيع، والموديل وغيره. هذا سهل جدا، طبقوه على تلفزيوناتكم فهو سيساعدكم كثيرا. وأيضا عند عملية شراء مجرد أنك تشوف الموديل سيكون لديك فكرة حول الموديل الخاص بالشاشة التي تريد اقتناءها. وصلنا الآن لأهم فقرة في هذا الدرس، وكما تلاحظون هذا هو الكود اللي قمنا بجلبه من القائمة السرية. نبدأ على بركة الله بالأحمر، الرقم معروف هو البوصة. بالنسبة لحجم هذه الشاشة هو 43 بوصة، كل بوصة تساوي 2.54 سنتيمتر. لو قمنا بضرب 43 في 2.54 نتحصل على 109.22 سنتيمتر. إذا كما تعلمون قم بقياس جهاز التلفاز بشكل قطري من أحد الجوانب، يعني من هنا إلى الآخر أو هكذا أو العكس، وهكذا يعني ستعرف قياس الشاشة كما يستخدمه المصنع. إذا لو وجدت 50 دائما بشكل قطري اون دياغونال هكذا، والحجم 50 تقومون بضربه في 2.54 يعطيكم حجم الشاشة بالسنتيمتر، ليس بهذا الشكل. إذا دائما قطري هكذا تقاس الشاشات. شاشتي 43، أنتم قيسوا على شاشتكم أنتم. نذهب مع بعض إلى النكست، الصورة الموالية. طبعا هذه الصور أنا وضعتها للمزيد من الشرح والسهولة. أهم نقطة إخواني المفاجأة لهذا الفيديو، لو لاحظتم مصنع الشاشة بي باللون الأحمر، تفاجأت مثلكم، كنت أتمنى أن أجد كما تلاحظون سامسونج ديسبلاي، لكن هناك المزيد من الشركات التي تصنع شاشات سامسونج. سامسونج يشتري شاشات من مصانع أخرى كما تلاحظون دي، سيميو، تشايمي، إينولوكس، إل، أيو، أوبترونيكس. لدينا أيضا أوبترونيكس إر إي تعني تشونغوا بيكتشر تيوب، إي بي سي مي من تشايمي إينولوكس. أيضا لديكم إتش، إذا وجدتم إتش شارب، شارب معروفة بأنها تصنع الشاشات لأغلب الماركات. لو وجدتم أيضا إس فشارب اللي هي سامسونج تشاينا، شركة أخرى تابعة لسامسونج. وشاشتي أنا بي، بيجينج أوبتو إلكترونيكس. طبعا هذه شركة أنا بحثت عنها في الإنترنت، لو وجدتم حرف غير هذا ابحثوا في الإنترنت ستجدون شركات أخرى. هذه الشركة أنا بحثت عنها. إخواني اختلاف هذه الأحرف وهذه الشركات المصنعة لا يعني بأن الشاشة ليست ممتازة. رغم أن عندي بي الشاشة رائعة الألوان، وأنتم شفتوها يعني في المراجعات السابقة. بي بيجينج أوبتو إلكترونيكس، أتمنى لو كانت سامسونج ديسبلاي. لو وجدتم فتعني سامسونج ديسبلاي، يعني الشاشة من سامسونج، لكن هذه مصنعة من هذه الشركة. هذا هو الاختلاف إخواني، وهذه المفاجأة التي لم أكن أتوقعها. نكمل الصورة الموالية. الرقم 6 إخواني هو معدل التحديث بالهيرتز، كما تشاهدون 6 هي 50 إلى 60 هيرتز.
لو كان رقم واحد يكون احسن او اثنين. طبعا هذه التلفزيونات مرتفعه التكلفه، دائما الهيرتز هو كما شاهدوا معدل التحديث في الهيرتز باختصار، يعني التلفزيون ذو الخاصيه 120 هيرتز ببساطه ان الشاشه تعرض 120 صوره في الثانيه. يعني نعلم بان الفيديو هو مجموعه تركيب من الصور، يعني اي فيديو كيفما كان، لو كان دقيقه مثلا فيديو في الواتساب او شيء، هذا الفيديو اخواني هو مجموعه من الصور 60 صوره في الثانيه، 60 صورة في الثانية. لو كان 100 يعني 120 أو 120 صورة في الثانية يكون أحسن دقة، خصوصا في أفلام الأكشن وغيره يكون الصورة رائعة ومن غير ولا يعني ليك في الصورة. إذا هذا مفهوم. نيكست للصورة الموالية نذهب إليها ونشوف. بالنسبة لي إخواني نقطة مهمة جدا يجب التركيز عليها في حالة A هي البانيل كوفر غلاف الشاشة، والـ A بالنسبة لي في هذه الشاشة وجدت بأنها anti glare تعني ضد انعكاس الأشعة، وإذا وجدتم U هي ultra clear. الفرق بين A و U، ultra clear هي الغلاف المكون من هذا، يعني الشاشة بتكون عليها غلاف يمتص الضوء الخاص به في الحجرة مثلا ويحد من مظهر اي توهج، يعني يساعدك في الرؤيه، رغم ان تلفزيونات سامسونج يستحسن استخدامها في الاماكن المعتمه، يعني اضاءه خفيفه تشاهد من الصوره احسن. هذا الفرق بالنسبه لتلفزيونات سامسونج. ايضا بالنسبه لهذه التقنيه اللي متوفره عليها في هذا التلفزيون اللي هي الانتيغلا رائعه، تشاهدون ان هذه الشاشات بهذه التقنيه مصممه لتقليل الانعكاسات، يعني بالنسبه لانعكاس الضوء تمام، تلاحظون ان لدي اضاءه هنا وضعها وصور بها، ولكن تشاهدون أن ليس هناك انعكاس كبير على الشاشة، وتساعد هذه الشاشات في أنكم تضعوها في البلكونات أو في الأماكن اللي ممكن يقيسها ضوء الشمس والصورة لا تتغير. وهذه هي هذه التقنية اللي تعنى البانيل كوفر، هو غطاء للشاشة زي مثل ما مصبوغة هذه الشاشة بنظام مكون من جزئيات عضوية. الى الصورة الموالية اليو اخواني، طبعا هي دقة الشاشة panel resolution، وفي مثالنا اذا وجدتم U هي UHD 4K، ال F Full HD، ال H HD، وجدتم Q QLED. اوكي هذه سهلة. الصورة الموالية الرقم 0، رقم 0 اخواني ببساطة هو فئة التلفزيون، ذكرتها صفر تعني الفئة السادسة، وجدتم 7 فئة السابعة 8 و9، مفهوم. هذا هو الرقم هنا. إلى الصورة الموالية لدينا ك إخواني، هذه نقطة مهمة جدا، سأقوم فقط بأعطيكم بعض النقاط لكي لا أطيل الفيديو. ك هي إضاءة خلفية الشاشة. إضاءة الخلفية إخواني هي مجموعة من الستريب ليد، هناك ليدات يعني شرائط ليد خلف الشاشة، وهو ما يعرف بالدايركت ليد، هناك الفيرتيكال ليد والإيج ليد، هناك مجموعة من أنواع إضاءات الشاشة. أهم شيء بأن الشاشة يكون الإضاءة متوزعة، يعني بطريقة تتيح توزيع جيد للإضاءة ولا يكون هناك بعض النقط الميتة في التلفزيون. طبعا التقنية هذه متوفرة في تلفزيونات الليد و ال HD وال Full HD، لكن تقنية ال QLED شيء آخر مغاير، يعني لا يعتمد على ال Strip LED، لا يعتمد على إضاءة بس، فقط اللي هي ال LED نفسها تعطي إضاءة، هذا هو نظام آخر معقد سنشرحه في الأيام السابقة. بالنسبة لحالة ماكا Direct LED Limited Local Dimming، يعني إضاءة بصورة خلفية Strip LED متوسعة على هذه الشاشة. نروح للصورة الأخيرة، وكا هنا تعني سنة التصنيع، وكما تلاحظون إخواني كا بالنسبة في حالة هذه هي 2016. طبعا كلما كان الرقم أو الحرف N مثلا موديل 2018، تشاهدون الـ M 2017، الموديلات الأخيرة تجدون هنا هذا الرقم. أتمنى بأنني أكون قد أوصلت لكم إخواني الفكرة، درس مهم جدا، لنا عودة مع دروس قادمة إن شاء الله، سنقوم بتشريح أكثر للتلفزيون، وهذه الدروس
ثم المحترفين وأيضا المبتدئين. تتعرفون على شاشتكم، ماذا تمتلكون؟ هل فعلا الشاشة تضم جميع المعلومات أو جميع ما تريده أنت؟ يعني هل هذه الشاشة فيها كل ما تحتاجه؟ يمكنك التعرف عليها فقط من خلال هذا الكود أو من خلال بعض الأسرار الأخرى سأشرح لكم في قادم الأيام. إخواني، الفيديو كان يخص هذه الموديلات سامسونج. لن نعود إن شاء الله مع فيديوهات أخرى لماركات عالمية أخرى إن شاء الله. لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمنا بزر لايك ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم، ومع السلامة.